سلام الله عليكم أحبتي أهل حفظ الحديث، بارك الله فيكم ونفع بكم وأعطاكم حتى يرضيكم وجبركم جبرا تعجب له أهل السماوات والأرض. اليوم أحبتي عندنا الحديث 27 من الأحاديث 40 النووية عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد ابن حنبل والدارمي بإسناد حسن. شرح وفوائد الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، وقد تقدم الكلام في حسن الخلق. قال ابن عمر: البر أمر هين، وجه طلق، ولسان لين. وقد ذكر الله تعالى آية جمعت أنواع البر، فقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. قوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك، أي اختلج وتردد ولم تطمئن النفس إلى فعله. وفي الحديث دليل على أن الإنسان يراجع قلبه إذا أراد الأقدام على فعل شيء، فإن اطمأنت عليه النفس فعله، وإن لم تطمئن تركه. وقد تقدم الكلام على الشبهة في الحديث: الحلال بين والحرام بين. ويروى أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصى بنيه بوصايا، منها أنه قال: إذا أردتم فعل شيء فإن اضطربت قلوبكم فلا تفعلوه، فإني لما دنوت من أكل الشجرة اضطرب قلبي عند الأكل. ومنها أنه قال: إذا أردتم فعل شيء فانظروا في عاقبته، فإني لو نظرت في عاقبة الأكل ما أكلت من الشجرة. ومنها أنه قال: إذا أردتم فعل شيء فاستشيروا الأخيار، فإني لو استشرت الملائكة لأشاروا علي بترك الأكل من الشجرة. قوله صلى الله عليه وسلم: وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن الناس قد يلومون الإنسان على أكل الشبهة وعلى أخذها وعلى نكاح امرأة قد قيل إنها أرضعت معه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ وكذلك الحرام إذا تعاطاه الشخص يكره أن يطلع عليه الناس. ومثال الحرام الأكل من مال الغير، فإنه يجوز إن كان يتحقق رضاه، فإن شك في رضاه حرم الأكل. وكذلك التصرف في الوديعة بغير إذن صاحبها، فإن الناس إذا اطلعوا على ذلك أنكروه عليه، وهو يكره اطلاع الناس عليه، ذلك لأنهم ينكرونها عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: ما حاك في النفس وإن أفتاك الناس وأفتوك، مثال الهدية إذا جاءتك من شخص غالب ما له حرام وتترددت النفس في حلها، وأفتاك المفتي بحل الأكل، فإن الفتوى لا تزيل الشبهة. وكذلك إذا أخبرته امرأته بأنها ارتضع، وإذا أخبرته امرأة بأنه ارتضع مع فلانة، فإن المفتي إذا أفتاه بجواز نكاحها لعدم استكمال النصاب لا تكون الفتوى مزيلة للشبهة، بل ينبغي الورع وإن أفتاه الناس، والله أعلم. أحبكم في الله أخواتي، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.